تنازلي كعامة خضراء. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي وجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم بالمواضيع اللي نطرحها إلى مسامعكم. أي شخص يحب يتصل بينا بالبرنامج، رقم البرنامج هذا اللي ظهر أسفل الشاشة إلى داخل العراق. أيضا عندنا أرقام أخرى مخصصة للبرنامج، هاي الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها قدامكم. أي شخص داخل العراق أو خارج العراق يقدر يتصل بينا ويقول لنا رأيه بالموضوع اللي بدنا نحكي به. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفه قدامكم هو رقم الواتساب مخصص للرسائل فقط، ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب. لا تزعلوا من عندنا، يوميا دا تجينا اتصالات كثيرة، يوميا دا تجينا على برنامج واتساب أو على الواتساب مال برنامج عتاب إنه ليش ما تجاوبونا. إحنا مو ما نجاوبكم، لكن ما عندنا يعني ما أقدر أفتح اتصال عن طريق هذا الجهاز. شكرا لكم مشاهدينا. موضوع الحلقة اليوم بداية، مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة يقول أكو مليار دولار انسحب من الخزين المالي لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي، والناس حسب رسائلهم البارحة للبرنامج وحسب ما دا نسمعه أنه الرواتب مدى تنصرف وأكو استقطاعات بالرواتب، بينما مظهر محمد صالح يقول اكو فلوس للرواتب. ف يعني شنو اللي تعتقدوه، خصوصا انه هو يقول انه الحكومه راح تعتمد على سحب السيوله الماليه من البنوك الحكوميه خلال الشهر المقبل، وسيكون الشهر اللي وراء اللي هو 8 بحاجه الى تدخل اقتصادي عاجل لانعدام وجود اي سيوله ماليه متبقيه، مشيرا ان الحكومه تعجز او تعاني من عجز يقدر بنحو 4 تريليونات دينار. يعني مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة بطريقة غير مباشرة دا يقول أن الحكومة أفلست والعراق أفلس في الفترة المقبلة. أيضا اللجنة المالية البرلمانية أنه أكو إجراءات لتخفيض الرواتب وتفعيل الضرائب، بس أنه هاي الإجراءات كما أكدت لن تغطي العجز الحاصل في الموازنة المالية، وأن العجز الشهري كبير جدا يبلغ 5 تريليونات. مظهر محمد صالح يقول 4، اللجنة المالية البرلمانية تقول 5. لافت الانتباه إلى أن الحل المتاح للحكومة الحالية هو الاقتراض الداخلي والخارجي. أنا بس يعني أريد أوجه سؤال إلى أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، الاقتراض الداخلي أو الخارجي؟ زين فلوس العراق اللي سرقت وانتم تقولون اكو قضايا فساد واكو وزراء عليهم القاء قبض وسرقوا اموال عراقيه طائله وهربوا الى الخارج. اتصور لو اللجنه الماليه البرلمانيه فعلت هذا الموضوع راح تقدر تغطي العراق للسنه الحاليه حتى يجدون حل للسنه المقبله، لكن راح يقدرون يفعلوا لو لا؟ هو هذا السؤال الاهم. عندنا قرار الأخ يقول النائب برهان المعموري يقول من عدم قدرة الحكومة على تسديد فوائد القروض اللي تعتزم استحصالها لمواجهة الأزمة المالية. زين إذا أنت ما عندك القدرة على تسديد القروض أو تسديد الفوائد، شلون راح تسوي اقتراض داخلي وخارجي؟ إذا أنت ما عندك مقدرة حتى تسدد، شلون تقترض؟ زين تقترض والشعب العراقي يقول لك روح اقترض من عندي واعطيني راتب وروح الله وياك. ايضا خبر اخر يقول اللجنه الماليه النيابيه مره ثانيه تقول عدم سيطره العراق على ايراداته غير النفطيه ادى لوصول الامور الى هاي الازمه الحاليه. هنا انا اريد اوقف،
اللجنة المالية النيابية تقول العراق معتمد على النفط، وعدم مقدرته على السيطرة على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية العراقية الأخرى هو السبب اللي وصل العراق إلى هاي الأزمة. أنا أرد أقول لهم السلام عليكم، ورا 17 سنة يلا عرفتوا هذا الشيء؟ ورا 17 سنة يلا عرفتوا أن العراق الزراعة تعبانة؟ ورا 17 سنة يلا عرفتوا أن القطاع الصناعي معدوم منتهي ميت مشلول شو سموه؟ ورا 17 سنة يلا عرفتوا أنه القطاع التجاري العراقي والمنتوجات العراقية واقفة؟ زين ما هو الفلاح دا يناشد، وأنا عندي فيديو اليوم بهذا الخصوص، فلاح دا يناشد يقول لك وقف الاستيراد وادعم المنتج المحلي حتى نستحصل أموال، حتى نقدر نزرع، حتى نقدر نمشي الزراعة العراقية، حتى نقدر نبقي المزارع العراقية تزرع براحتها والمحاصيل العراقية تظل مستمرة وما نحتاج نستورد طماطم من الخارج وإحنا عندنا مقدرة على زراعتها، وما نحتاج نستورد خيار وإحنا عندنا مقدرة على زراعتها. هسه يلا اللجنة المالية النيابية حست أنه العراق ما مسيطر على القطاعات الأخرى غير النفط، وأصلاً أنتوا حتى النفط ما مسيطرين عليه. حسن عندي أول اتصال، حياك الله يا حسن. حيا من قلب، عيش تسلم حبيبي يا حسن من محافظة نينوى. الله يحفظ حبيبك، الله يسلمك، هلا بيك، تفضل. بالنسبة للمفقودين، أبني ابني سنة 2014 26 7 2014 فقط. نعم. سهل نينوى. نعم. وإحنا تهجرنا طبعا إلى بغداد والمحافظات البقية. هو ظل يعني ويا الدواعش أخذوا له الدواعش الزوم بعد التحرير 2017 تحرر من قبل القوات الأمنية العراقية. نعم. فما أدري خبرونا قال ابنكم موجود بس شوية تعبان، لأنه واكل ما كان حرب، ما كان أكو سنة حرب الموصل. فانكم وجود بغداد قالوا وصلهم للمطار المثنى، ولحد الآن ما حد يقول ما نعرف، دائما منطقة يضربون بالحاسبة ما موجودين الكل، يعني مو بس هو الكل اسماء ما موجودين بالحاسبة، ولا نعرف بأي مكان، ولا اكو مواجهة. صار لها 3 سنوات عند الدولة، و3 سنوات عند الدواعش، 6 سنوات وكسر، ولحد الآن أي نتيجة ماكو. نعم. إي والله. نعم. وصل صوتك ووصل كلامك أخ حسن عن ابنك اللي انفقد ب 26/4/2017، وسمعوا الناس. نعلم والقناة تعلم والبرنامج أيضا يعلم أنه قضية المفقودين والمغيبين والمعتقلين هي الشغل الشاغل للعراقيين، وهي يعني الجرح النازف للشعب العراقي خلال الفترة المظلمة اللي عاشها فترة الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني وراء. لكن يعني غطينا، ما أقول لك غطينا بشكل كامل، حكينا بكل شوية. اليوم عندنا موضوع آخر أخ حسن، أنا أشكرك اتصالك، وأتمنى من السادة المتصلين يعني على الرجوع على هذا الموضوع، أنه اليوم يلا حست الحكومة العراقية أنه هي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية العراقية متوقفة، بحيث تقول أنه إحنا عندنا أزمة لازم نفعلها لو لا. سمير من بغداد حياك الله. سمير تسمعني؟ سمير موجود وياي لو انقطع الاتصال وياك؟ الو الو اخويا تفضل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اسمعك استاذ. تفضل اخويا تعال الهوى. على مود مال السجناء. نعم. أنا مود مال السجناء، يعني إحنا عندي أنا أخويا معتقل راح يصير بشغلة الابتزاز، أخذوه وسألت ضابط الدعوة قال لي الحكم العام 6 شهور ورا صارت مال كورونا هاي الأوضاع، راح سألت مرة ثانية قالوا حكمه 1 سنة و6 شهور، هو حكم العام 6 شهور، شلون يعني 1 سنة و6 شهور؟ منين جابوا السنة؟ زين ما سألته على هذا الموضوع شو جابوك؟ ماكو كنش، لكن ما اروح له يقول لي ماكو هيك موضوع، تفضل اطلع برا. نعم.
وهسه قاعد نعاني يعني من الاوضاع، ويوميا كل اسبوع مددين للحظر. نعم. وملينا تعبنا والله يا اخوي، ملينا تعبنا يعني، حتى اللقمه جوا قمنا نجيبناها الله شاهد، تروح تودي له فلوس، فلوس ما توصل. نعم. ما يوصل له، شو تودي له ما يوصل له، جقاير جوا حفره، كل شيء غالي عندهم جوا، الباكيت اقل شيء اذا اريد اوصل لك بخمسه، جداحه سعرها غير السعر. فتعبنا من هاي الحكومه، جانا الكاظم وعود كيفنا انه ابو الكاظم ادانا بمال حضر، ما حضر كل اسبوع انا واخوتي يومي عايشين على عماله. وابو الاجار واقف لنا. يعني اخ سمير انت تقول اجانا الكاظمي وكيفنا، يعني شنو كنت تترجى من مصطفى الكاظمي انه يسوي؟ يوفر لنا شغل، تعيينات، احنا قاعدين وساكتين الله وكيله، كل شيء ما نملك. يعني تتوقع واحد يتبع احزاب وبنى حكومته على مبدا المحاصصه اللي الناس رافضته، يعني هو حكومته بناء على مبدا الطائفيه، تتوقع انه راح يسوي شيء للشعب؟ لا يا هذا، بس قالوا على اساس يوفر شغول وراح يسوي شيء، احنا ما راضين عليه، والطريق ما قاعد يفتحون يعني، يخافون من شغلات المضبعه. زين، ما هو عادل عبد المهدي هم انا وعد اول ما اجى وقال انا راح اوفر شغل. وعود كاذبه اخي، استاذ وعود كاذبه، يوعدون بالعالم ويرجعون، على قولته انه يضربون بنج ويرجعون لي ورا، يضربون بنج ويرجعون لي ورا. نعم. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ سمير. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. استاذي يا محترم، اولا اريد احكي واشارك، اريد احكي واشارك، وندين تكميم الافواه جمله وتفصيلا، ندين تكميم الافواه جمله وتفصيلا يا استاذي. ونحن نتعاطف مع الماساه والازمه ومعالجة الوضع الصحي والبيئة، وأنا عندي هواية حب الخير للناس، ونصف المجتمع يريدون حقوقهم القانونية وصرف بطاقة تمويلية للمحتاجين يا أستاذي. وآخر الكلام، الخزينة المالية تبني العراق وتعمر العراق، وانطوهم قروض للبناء يا أستاذي جملة وتفصيلة، وقروض بناء للمحتاجين، وتحياتي لكل البرنامج والقناة. شكرا شكرا لك اخ سعد. يعني الساده المشاهدين، انا اعرف الجرح الكبير اللي يفاقد ابن، او اللي فاقد اخ، او اللي فاقد اب، او اللي فاقد زوج، اعرف جرحها كبير وصعب انه اطلب منها اني او غيري، ما من حقي لا اني ولا غيري نطلب منها انه تنسى هذا الجرح. لكن المشكله انه هي الاجراءات مو بس المعتقلين. يعني هسه افرضوا الحكومة او مصطفى الكاظمي او كائن ما يكون اجا طلع بالتلفزيون وقال نطينا قرار بتبييض السجون وهاكم ولدكم، انحلت الامور؟ احنا الاشكال هسه مالتنا، الاشكالية مو بس المعتقلات، احنا الاشكالية الناس ما عايشة. يعني احنا لما نريد نفكر، احنا عندنا معتقلين وعندنا مغيبين ما حد يعرف عنهم شيء، بالمقابل عندنا نازحين همينا ما حد يعرف عنهم شيء، عندنا فساد بالحكومة، بالمقابل عندنا قطاعات صناعية وزراعية وما أعرف شنو متوقفة، عندنا فساد بالحكومة وعندنا خدمات متوقفة. الوضع بالعراق اليوم هو كل شيء متوقف. السبب مو الشعب، والسبب مو أنه أكو شخص معتقل داخل سجن وهو بريء، لا، السبب هو من ظلم، السبب هي الحكومة، السبب هي السياسات اللي اتخذوها، السبب هي البوق اللي باقوه، السبب هي البيع اللي باعه الشعب العراقي، وباعوا العراق وباعوا خيرات العراق إلى دول الجوار وإلى أسيادهم. فإحنا لما نحكي، إحنا ما نحكي من باب واحد، إحنا نحكي من كل الأبواب. فالسادة المشاهدين لما يسمعوني أنه أقول لهم حلقة اليوم مخصصة عن الخدمات وعن الزراعة وعن الصناعة وعن التجارة، أنا مو متناسي قضية المعتقلين والسجناء، لكن هو شيء مربوط بشيء ثاني. عبد الخالق ويا حياك الله يا عبد الخالق من البصرة. عبد الخالق، انقطع الاتصال ويا الاخ عبد الخالق. اتمنى يا عبد الخالق انه ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع. لكن يعني مقرر اللجنه الماليه النيابيه احمد الصفار يقول انه اي اجراءات لمحاسبه المتجاوزين على ممتلكات الدوله لن تشمل السياسيين والاحزاب الحاكمه.
معتبرة أن القانون في العراق ينفذ على الفقراء فقط. بالله خلنا نحكي باللهجة العامية، ليش بالله؟ منزل من السماء السياسي، معصوم عن الخطأ مثلا السياسي ما تحاسبه. يعني عمار الحكيم من ياخذ بيت من بيوت الدولة ويسجله ملك صرف طابه باسمه، ورث من أبوه حتى ياخذه؟ ليش التجاوزات ما محسوبة بها السياسيين؟ هم يعرفون الحكومة العراقية والبرلمان أنه في 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 العهد الملكي البرلماني ممنوع يفتح محل أثناء تأديته وظيفته، لأن هي وظيفة أنه يكون عضو بالبرلمان، هي مو منحة، هي مو امتياز. كل برلمانات العالم عفوا البرلماني هو مو امتياز، مثل الامتياز اللي دا يصير بالعراق هسه للبرلماني، هو موظف. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. إحنا نعرف من 2003 لهذا اليوم، هاي الحكومة اللي إجت ما عمرت دمرت، لأنه إحنا كان يا ريتنا إحنا بعهد الملوكية سابقا، لأنه كلهم عندهم قوانين وعندهم دولة منظمة وكانت دولة يعني لها نظام، والعهد السابق هم كان عنده نظام، لكن دمروا العراق، هي أمريكا وإيران وإسرائيل دمروا الزراعة، دمروا التربية، دمروا كل شيء، كل ما موجود كان جيد في العراق دمروا، حتى الثقافة، حتى الإنسان، حتى ما خلوا هسه الأمية مليانة أصلا. بالنسبة لإحنا أرضنا زراعية، يعني أرضنا كان ما نستورد من أحد، بس وكانت المعامل تشتغل، وكانت التجارة موجودة، وكان كل خيرات موجود، لكن هذول إجوا دمروا كل شيء دمروا. ليش؟ حتى في سبب إنه هم مخططهم إنه لتدمير العراق كليا. هذا المخطط مع أمريكا وإسرائيل وإيران، مخطط منهم، هم يخططون إنه يدمرون، دمروا حتى العقول العراقية، دمروا حتى العقول، حتى الأطفال، دمروا كل شيء، ما خلوا شيء ما دمروا. لكن إحنا هسه نهضت هذا الشباب الحلوة اللي قاعد تنهض، متى يخلوها؟ هذول منه قال الصدر، وقال العامري، وقال المالكي. بس أنا بدي أسأل سؤال واحد، إحنا هسه في ضيقة، ولم طولنا رواتبنا الرواتب، ولم طولنا التقاعد. زين هذا الكاظمي هو مو كان بالمخابرات ويعرف منه كان يبوق، ومنه كان ينهد، ومنه كان يضرب، ومنه كان يقتل المتظاهرين، كل الزين يعرف. ها زين هسه ليش ما، اذا هو شجاع، انا اديها سائله، هذا الرساله إلي للكاظمي، يا الكاظمي اذا انت شجاع فعلا وتريد تنهض هذا البلد، ومو كل يوم طالع لنا نائب يحكي عن مسوده مالتكم، انهض. اول شيء حاكم اللي حكمه من 2003 الى هذا اليوم، الفلوس اللي هدروها برا، الاموال اللي مهدوره برا، احسن ما تروح تقدي من السعوديه من الكويت، روح جيب الاموال مالتنا المهدوره برا اللي باقها المالكي والجعفري والحكيم وكل واحد. اما الحكيم ماخذ نصف كرادة، على اساس ملك ما خلصوه ياخذ نصف كرادة؟ ها يستولون على املاك الناس وهم لابسين عمايم ويحجون بالدين؟ لك هي هذا النظام اللي اجى نظام فاسد، نظام دزته امريكا حتى يخرب هذا البلد، حتى يأذي ما موجود كان، ومن نهضة قوية، ومن علم قوي، ومن ثقافة قوية كانت عندنا، وكل شيء قوي عندنا كان، دمرونا. لكن احنا العراق يمرض بس ما يموت. العراق يمرض بس ما يموت. نعم. شكرا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. أبو زكريا من كركوك، حياك الله أبو زكريا. أبو زكريا
ابو زكريا تسمعني لو لا؟ يبدو ان الاتصال ويا العم ابو زكريا انقطع. علاء من النجف، حياك الله يا علاء. الو، انقطع الاتصال ويا علاء. يعني القضية وما بيها انه لما انت تفرزن احد عن احد هاي مصيبة. لما تقول لي انه محاسبة المتجاوزين على ممتلكات الدولة، هو يعرف هي ممتلكات الدولة، لن تشمل السياسيين. ليش؟ من هو السياسي حتى ما حاسبه؟ هم يعرفون انه البرلمان العراقي في العشرينات حاسب الملك فيصل على علاقات اشتراه الامير غازي الرئيس وزراء العراق بفرنسا. يعرفون هذا الشيء لو لا؟ الملك بوقتها تحاسب. ليش؟ لان وجدوا سعر قيمه القاط اعلى من راتب الملك الشهري وموجوده. وروحوا قروها هاي القصه. فانت ليش البرلماني ما يتحاسب؟ وليش ياخذ تقاعد اصلا؟ هي 5 سنين، ما ادري 4 سنين، اجى ادى وظيفته وطلع، غلط يتحاسب، غلط مرة ثانية يتحاسب، غلط تطلعوا تجيبون غيره تحطون واحد يفيد الشعب، لأن هو اجى بصايت الشعب واجى لخدمة الشعب، ما اجى دا يخدم نفسه ومآربه الشخصية. عند اتصال من النجف، أبو زينب وياي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة للموضوع الحلقة يعني عن الواقع الزراعي، مو بس الزراعي، الزراعي يعني الصناعي التجاري كله، يعني الكل هو الواقع هذا. نعم. يعني أكثر من حسب ما يقولون كانت 5000 معمل حكومي كلها مغلقة من 2003 إلى الآن، وشرح العمال. نعم. والمعامل الأهلية ما لها دعم. زين الزراعة يعني إحنا الآن حتى البصل والطماطة والخيار نستوردها من إيران. طبعا هاي عملية مو اعتباطيا ولا جزافا اجت. نعم. هاي مخطط لها وممنهج لها. والدليل انه مزارع الحنطة اللي كل سنة تسد الحاجة الداخلية وفائض غزير بالانتاج يحرق، هذا حتى يبقون العراق بلد مستهلك فقط. ثانيا احب الفت نظر الناس كلهم، يعني مو فقط البرنامج، مع احترام البرنامج والعاملين به، مساله الموازنه في كل دول العالم تاخذ جميع الموارد الماليه. احنا بالعراق عندنا 31 مورد مالي، 30 مورد ياخذوه للاحزاب والكتل الموجوده والدول الموجودين بمجلس النواب وغيره، ياخذون دائما من 2003 الى الان يقيسون الموازنه السنويه فقط على النفط. زين عندك الفوسفات، العراق بلد منتج ومصدر للفوسفات، ما يذكروها. عندك الكبريت، ما يذكروه. عندك الموارد الزراعيه، ما يذكروها. عندك الموانئ، ما يذكروها. المعابر الحدوديه، فقط المعابر تصل سنويا وارداتها ما بين 100 الى 120 مليار دولار. زين عندك العتبات المقدسه والمناطق السياحيه والاثريه اللي تدور مليارات الدولارات. عندك العبور مال الطائرات سواء كانت مدنيه وعسكريه تطير فلوس ترانسيت وغيرها. زين الضرائب اللي تحصلها الدوله على الكي كارد والماستر كارد وعلى الهواتف النقاله وعلى الكارتات مال الهواتف واللي تاخذها من استقطاعات الماء والكهرباء، هذه تعيش 10 بلدان. السؤال هنا ليش يؤخذ النفط فقط في الموازنه و30 مصدر تروح للاحزاب وربعهم؟ ثانيا يعني هذول ما اكتفوا وكل مره اجوا على راتب الموظف المسكين، وهاي الكذبه الكبرى مال موظفي الرئاسات الثلاث يستقطعون منهم، والله العلي العظيم ولا فلس يستقطعون منهم، وتوقع دائما براس هذا المسكين الموظف البسيط والمتقاعد البسيط. زين احنا نقول احنا العراق يعني كل ما بي 30 40 مليون،
احنا لو بقد الهند 1,300,000,000 نسمة، لو بقد الصين 1,500,000,000 نسمة، ايش كان يسوون هذولا؟ لان بعدين تحدد مصادر الانتاج والدعم، هذه المهزلة الكبرى مالت ذول ما عندهم عمل او البطاقة اللي قالوا عليها وخلهم تحت الشمس المحرقة وما يدري شو يصير ما يصير به، ويبيع ما يوجه كلها على مود 30,000 دينار، يعني باليوم 1,000 دينار، يعني سعر باكيت دقائر. ما يستحون هذولا؟ ليش ما يحاسبون الفاسدين والمفسدين ويعرفوهم؟ ها اللي باقوا من بعد 9/4/2003 الى الان اكثر من 4 تريليونات دولار موجودين. الوحيد اللي سوى السجل الصحيح وقتلوه سموه بالقهوة هو الدكتور احمد الشلبي. 1,000,000,000,000 رحمة على روحه، من انطى الاسماء كلها وانطى السرقات مالتهم كلها. يعني من ما يعرف مثلا صالح المطلق باد فلوس النازحين مال سنجار، عدنان الزرف ايش قد باد، لؤي الياسين ايش قد باد، حيدر العبادي، فلان فلان علان، ذولا كلهم يعرفوه. ابو زينب يعني انت قاعد تمدح، انت قاعد تمدح بشخص، ابو زينب انت قاعد تمدح بشخص هو سبب دمار العراق. من هو؟ شو اسمه؟ احمد الشلبي. على الاقل اشرف منهم عمي. سبب دمار العراق انت شلون تقول اشرف منهم؟ من اسس لوجود المحتل الامريكي للعراق هو اياد علاوي واحمد الشلبي ونور المالكي، وذول اللي افتروا بمؤتمرات مدريد وبمؤتمرات لندن وكذبوا على العالم وقالوا العراق يمتلك اسلحه دمار شامل وجوا على ظهر الدبابه الامريكيه وكتلوا اخوتك وناسك واخوتي وناسي. وحسن المفكر وحسن العلوي لا تنسى كلهم. انا مو دا اريد يعني احط شخص، كلهم ذول هم سبب دمار العراق. انا متفق وياك، بس يقول لك ان بعض الشر اهون. هسه الرجال راد يقدم السجل كتلوه. نعم. شكرا لك ابو زينب. علاء من النجف رجع لنا، حياك الله يا علاء. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. حياكم الله. طبعاً نتفقكم جداً للإصمات والتربية وهذه البرامج اللي دائماً ما تكون مطلقة على أمور حياة المواطن العراقي وقدر ولقمة عيشة. واجبنا أخ علاء، واجبنا هذا. أمام الشارع. نعم، اليوم إحنا أمام الكثير من الامور التي يتم تصحيحها ويجب ان يعاد النظر فيها، ومن اهم المجالات الصناعيه والمجالات الزراعيه والقطاع الاستثماري والعتبات المقدسه وغيرها من المصادر الدخل التي ممكن ان تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للبلد، وكذلك التحسين من الحياة اليومية للمواطن العراقي. حقيقة يعني لا نعلم إنه إلى متى تبقى هذه الأمور مندثرة ونعتمد على إيراد وإلى آخر من الأمور التي أصبحت طيب البلد ووضع الاقتصادي وكذلك المواطن العراقي عن قريب بصورة شخصية. يعني نتمنى بالمستقبل القريب أن نجد حلول حقيقية لبعض المشاريع المهمة وبعض القطاعات المهمة كالقطاع الزراعي الذي كان يوفر الاكتفاء الذاتي لأغلب المواد الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطن العراقي وبشكل يومي. كذلك بعض القطاعات الصناعية التي كانت تسد حاجة في السوق ولا داعي ولا يحتاج المواطن العراقي ان يتجه الى المستورد. هذه الامور التي قد تساهم ولو بجزء بسيط من التخلص من الضائقه الماليه التي يعيشها اليوم البلد، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للفلاح والصناعي والعامل والى اخره، النجار الى اخره من المهن والقطاعات الاخرى. نعم شكرا لك اخ علاء.
مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر وياكم إن شاء الله، لا تروحون عنا، فاصل قصير ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة من المزارع ياسر الولاي في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية الصفير. هذه الأرض المعطاة، أرض الخير، أرض السلام. مناشدة إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الزراعة وإلى المسؤولين في وزارة الزراعة، من أعلى منصب إلى أقل منصب، نناشدهم مناشدة باسم الإنسانية وباسم هذا الوطن وهذه الأرض الخير، أن ينظرون بعين الاعتبار وبعين العطف على حال الفلاح، على حال الفلاح الكادح المزارع الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل أن يسقي هذه الأرض من ماء دجلة العذب وماء نهر العظيم الذي لا يبعد سوى 50 متر من هذا المكان الذي أنا واقف الآن فيه، أن يدعمون هذا المنتوج العراقي، المنتوج الوطني الذي نعتبره نحن وكل العراقيين هو أرقى منتوج، هذا الخير الذي أكرمنا به الله سبحانه وتعالى بطعم ببركة. لماذا احنا سؤال نطرحه على أرض الواقع، لماذا المنتوج المستورد نشتريه بسعر غالي، ولماذا هذا المنتوج الوطني بسعر رخيص؟ انطينا السبب يا وزير الزراعة. وزير الزراعة البارحة صوتوا عليه وعينوه البارحة، اعتقد اني اول مناشدة وصلت اليه راح توصل ان شاء الله مني انا شخصيا. خلي يدعم الفلاح العراقي دعم معنوي ودعم لوجستي وخلي يسد الحدود إذا يقدر، ها يسد الحدود، خلي يسد الحدود، خلي نستفاد حق العرب هالشهر، خلي نستفاد عمي شهر. الناس وقعت، الناس تبهدلت، هذا الفلاح البارحة أسئلة يقول لي الخضرة مالتي خسرت، وين راح يروح بعد قدامه 8 أشهر أو سنة شاح ياكل هاي الأطفال بارحة. الطفل متبهذل، العائلة كلها متبهذلة، أجر السيارة وراه، مبيد وراه، كيمياء وراه، كراب ما يسد، ما يسد يا أهلنا وناسنا الطيبين في كل بقاع الوطن، الوطن هذا الوطن الغالي. وفي الختام نشكر المصور الذي أبذل جهده في أن يوصل صوتنا إلى المسؤولين، ونشكر المسؤولين في حال أن استجابوا لهذا النداء، وإن لم يستجيبوا نقول لهم اتقوا الله فينا. السلام عليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم، هذا برنامج اللي نوجد لسماع آرائكم. هذا فلاح ديناشد السادة المشاهدين، عفوا ديناشد السادة المسؤولين في العراق وعبر الشاشات وعبر التلفاز، يقول انه دعمونا، وقفوا الاستيراد، سدوا الحدود امام المنتج المحلي، يعني امام المنتج المماثل الى المنتج المحلي. يعني ما يحتاج اشتري طماطم وانا قادر ازرعها، ولا يحتاج اشتري رقي وانا قادر ازرعها، ولا يحتاج اشتري خيار وانا قادر ازرعها، ولا يحتاج استورد اصلا هاي المنتجات وموجوده اصلا بالعراق. بن عيد من الامارات حياك الله. بن عيد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف الحال أخوي مصطفى ولا؟ أفل، تفضل أخوي. حبيبي، العراق اليوم محتاج إلى شباب العراق. نعم. مش محتاج أن اليوم نحن نتكلم، لا لا، نتكلم لو نتكلم من اليوم إلين بعد 100 سنة بدون أي فائدة. اليوم الشعب لازم يثور، نحن كشعوب عربية
إن كنا خليجية أو من ضمن الدول العربية 22 دولة عربية، نحن ما لنا أي يعني مش قادرين نسوي حاجة للعراق، لكن والله قلبا وقالبا معكم، قلبا وقالبا معكم يا أخوي. ولكن اليوم في ظل وجود هذه العصابات اللي موجودة في العراق بدعم صفوي يعني إيراني بحت، ما راح يترجع للعراق. طيب بن عيد، أخ بن عيد تسمعني؟ أسمعك. من يوم 25/10/2019 أكو ثورة بالعراق، وبال2014 أكو محافظة يعني قبل بال2014 أكو محافظات ثارت على الوضع، هي مو ثورة كانت، كانت انتفاضة. بس خلنا نحكي عن ثورة تشرين. من يوم 25/10/2019 أكو ثورة شبابية عارمة في محافظات العراق، مو بمدينة واحدة، بمدن، وملايين الناس دا تطلع، آلاف الناس راحت جوا رجلين، وآلاف معوقين، وآلاف تأذوا. لكن يا أخ بن عيد، أنت يعني رجل يبدو أنك واعي إلى أمور السياسة، كل الثورات بالعالم لا تنجح بدون دعم سياسي خارجي. ما نطلب احنا دعم مادي، الشعب العراقي الحمد لله والشكر انت تعرف انه العراق غني ما يحتاج دعم مادي، لكن دعم سياسي خارجي ما عنده. انت لما تسوي ثورة والامريكان داعمين الحكومة وايران دعم الحكومة، هذا شيء معروف عنه، لكن باقي دول العالم دعم الحكومة ومتغاضي عن الانتهاكات اللي تصير بالثورة، معناته أنه الحكومة شرعية. لما العالم دا يشوف أنه الحكومة دا تنتهك حقوق الإنسان وما دا تحكي بهذا الموضوع، فحقوق الشعب العراقي مهضومة. زين شو يسوي الشعب العراقي؟ هسا أريد الجواب منك. أخي العزيز، أنت عندك شباب اليوم، شباب عراقي. العراق ما يسقط، هو سقط تقريباً 22 مرة سقط أمام العدو، ولكن بإذن الله اليوم الشباب العراقي واعي. أنت تقول لي يعني سياسياً غير مدعومين، نعم، الثورة أو الانتفاضة اللي موجودة حالياً في العراق ثورة تشرين غير مدعومة سياسياً، نعم، أو دبلوماسياً. طبعاً بنقول الكلام هذا، أنا مش سياسي يا أخي، أنا والله ما اتصلت إلا لدعماً لحبايبي وأحبائي وأخواني وخواتي وأهلي وكل ما أملك هم العراق يا أخي، العراق العريق. نحن اليوم نقول عليكم بالسفلة اللي هم نهبوا العراق، اللي نهبوا العراق يا شباب العراق اسمعوا هذا الكلام، اللي نهبوا العراق هم هذين. أولهم أنا سني والله ما أتكلم بطائفية، أقسم لك بالله أنا ما أتكلم بطائفية، لكن والله العظيم أول من سرق ونهب ثروات العراق هم السنة، هم السنة ومن بعدهم الشيعة، هم هذين. انتفضي أهل العراق يا شعب العراق يا شباب العراق العظيم، العراق العظيم اللي ما يقدر عليه أي إنسان في الدنيا هذه، أي دولة في الدنيا ما تقدر، ما تقدر والله العظيم. العراق على بغداد الحديثة، على بغداد، نعم، أقسم لك بالله. نحن نقول إن كنتوا يا ثوار يا منتفضين في العراق يا شباب العراق، إذا كنتوا تنتظرون دعم سياسي معنوي مادي ما راح تحصلون. نعم، ما في دعم. أنا أقول لك ما في. أقولها لك من الآخر يعني. شكرا. الدعم اللي أنتوا تريدونه من الشعب. عاشت ايدك. شكرا لك اخ بن عيد على هذا الاتصال، شكرا لكلماتك، شكرا لصراحتك ايضا.
اتصال بن عيد من الإمارات، اتصال أخ سعد من الكويت، اتصال أخوة من الجزائر، من مصر، من السعودية، من باقي بلدان الوطن العربي على البرنامج. الرسائل توصلنا من قضاء الأحواز العربي المحتل من إيران، يعني رسائل تبين أنه الشعب العربي واحد، رسائل تبين أنه إحنا عمرنا ما تفرقنا وعمرنا ما كانت جنسية هي واعز لتفرقتنا عن باقي الشعوب العربية. شكرا لك أخ بن عيد. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للعراق والعراقيين، وتحية لجمهورك الكريم. تحية طبعا لأبناء الشعوب العربية. الشعوب العربية يعني صراحة مغلوبة على أمرها، لكن الحكومات وقفت المتفرج من انتفاضة العراق ومن الثورة، لأنهم يعرفون أستاذ العراق ليس دولة عادية أو اعتيادية. ترى العراق عندما يرجع إلى مكانه الطبيعي والحقيقي تبان تلك الحكومات أقزام أمام العراق. فلذلك أكو بعض شعوب عربية، عفوا، بعض حكومات عربية لا تريد العراق أن ينهض، لكن العراقي لم ولن ينكسر لأحد، لأن العراق معروف. سيد الكريم، اليوم بالنسبة للاقتصاد والتجارة وخيرات العراق وين تروح؟ احنا التاج الآن من يتكلم للكاظم يريد إصلاح صحي وإصلاح صناعي وإصلاح تجاري. خلي البداية يصلح السياسة بالبداية، فيكون هناك إصلاح سياسي للعراق، بعدين يكون هناك الإصلاح الصناعي والتجاري. يعني لأن حكومة العراق ضعيفة، المي اللي يجينا من تركيا ومن سوريا ما يوصلنا بحصتنا المفروض عليها من ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة. ليش؟ لأن الحكومة الموجودة أو السلطة الموجودة بالعراق ضعيفة، ما يقدر الداعي بحصة العراق، ما يقدر تحكي. لأن أكو ناس أكو بالكتل السياسية موجودين يعني من مصلحتهم أن العراق ما يصبح زراعي، حتى يستوردون هم بأسماء شركات وهمية ويجيبون أشياء يعني تعبانة، أشياء إكسباير يمشونها على الشعب العراقي. كذلك المزارعين اللي بالجنوب نفس الشيء، والمعامل اللي بالعراق ما تشتغل، لأن الفسدة والحرامية الموجودين بالبرلمان الآن عندهم شراكة مع مصانع وغيرها بإيران وجاي تشتغل. يعني تتوقع أكو تدريسي بجامعة واصل، هو رجل فاضل ما يذكر اسمه، خاف النوبة يعني يأذونه، ألقى محاضرة قال يا معقول يا أخوان توصل اقتصاد العراق إلى مستورد الطرشي من إيران؟ الطرشي اللي يسويه زوجتي مستوردة، والله العظيم يا أستاذ ودوا عليه بالبرلمان، وقال له واحد من عندهم اللي هو من محافظة واسط قال له والله إذا ما تراجعت من كلمتك هذه إلا ألغيك من الخدمة، ويطلع من الجامعة. وهو دكتور بروف بالاقتصاد. اتوقع حتى احنا نستورد الماء من الكويت، تكرر الماء من السعودية، يكررون الماء، احنا نستورد من عندهم ماء سعودي وماء كويتي. انت يستعقل هيش وصل بالعراق بلاد النهرين يستورد مي؟ نستورد طماطم، وعندنا الزبير وعندنا الموصل تنتج افضل انواع الطماطم والخيار الموجود، نستورد الحنطه والشعير وعندنا بلاد الرافدين، بلاد السواد نستوردها، نستورد التمر من ايران والعراق عنده اعظم نخول العالم، التمر، التمن، يعني الرقي، كل شيء زين. يعني حتى الرقي قمنا نستورده. استاذ الكريم، احنا العراق يعني اصبح الان مجرد يعني محشومين العراقيين ومكرمين، هم صاروا مثل الدجاج بس ياكلون بس ياكلون. احنا بزمن الحصار وبزمن نظام حزب البعث اللي هم يسمونه نظام فاشل وظالم وغيرها، العراق شجع صعدنا اكتفاء ذاتي بالحنطه والشعير والتمن، صار عندنا اكتفاء ذاتي. بالثمانينات بزمن الحرب كنا الصابون قمنا نستورده يا اخوي، الورق نستورده، كل شيء نستورده، احنا قمنا الشكر نستورده. احنا المفروض العراق على خيراته هذا مع النفط المفروض يكون اعتماد الميزانيه على النفط بنسبه 50%. لعد احنا الكويت شلون، السعوديه شلون، بس احنا يعني مثل اللي نشبهها، احنا كنا بدو ونشبهها، طيب. اذا حلال وراعيهم حشاكم خربط، الحياه كلها ضعيف ما راح يسمع. لذلك نفس الشيء احنا الحاكمين للاسف اللي حكموا البلد برعايه الدول، بعض الحكام العرب وبرعايه امريكا وايران، هم مخربطين حشاكم، فشون بعد العراق ينهض من جديد؟ لكن بوجود شباب موجودين اللي هم ثوار تشرين، العراق راح يعود من جديد ان شاء الله. وما دام اكو منابر توصل صوت العراقيين للعالم مثل منبركم الكريم ومنابر اخرى، راح العراق ان شاء الله ينهض من جديد. شكرا لك. شكرا لك اخ ابو علي من واسط على هذا الكلام الجميل.
السلام عليكم أخي العزيز. المتقاعدون لحد الآن لم يستلموا رواتبهم، أين المليارات؟ ذهبت في جوب اللصوص الكذابين الملاعين، الناس جاءت لعنكم الله إلى يوم الدين. ما راح أسكت. السلام عليكم أخي، ما أسمع شيء عن العفو العام، وملينا. أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، كافي والله، خلص عمره كله بالسجن، كافي 13 سنة، حسبي الله ونعم الوكيل. على حكومة ظالمة، والله قلبي كان يتقطع على أخويا، ماكو أخبار عليهم. أنا أم أنس، أريد أخويا من حكومة ظالمة، كافي خلي يطلعون السجناء. ما راح أسكت، راح أظل طالب أخويا وما خاف. السلام عليكم. كلمة واحدة، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، الكرة الآن في ملعب الشعب، ولا حل غير الثورة التي تقتلع هؤلاء، دمرونا وسرقونا، وطننا يمرض ولكنه لا يموت. الشعب الآن أمام مسؤولية دينية ومسؤولية اجتماعية، وهو الآن يتحمل الآن واجباته. انهض يا شعب وقم بثورتك، فلم نعرف أو نعهد العراق وشعبه يسكت على ضيم. السلام عليكم أخي العزيز، إلى متى نبقى هيك؟ أخي مواليد 2000، حكمه عليه 85 سنة. يا حكم هذا، يا قضاء هذا، اللي دافع عن وطنه وعرضها جزاته، عم يقتلوهم ونطوهم جثثهم حتى أقطع الأمل. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الظلام. السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. شعب العراق انظلم من هاي الحكومة الفاشلة، الناس شلون راح تعيش؟ حتى زراعة بذلت بسبب الحكومة، الله أكبر. السلام عليكم قناة الرافدين العزيزة، بس أقول هذول اللي عايشين بالخارج ليش يأخذون تقاعد من العراق؟ مهم يأخذون رواتب بالخارج، خلي اللي يعيش بالخارج يقطعون التقاعد مالتهم ويعطوه للشعب اللي ما عنده راتب وشكرا. فاتن من ألمانيا. السلام عليكم، سبق وأن ذكرت وقلت قبل الاعتلاء ورد معلومة الحكومة السابقة أن إيطاليا فرضت على إدارة الشعير أمريكا أن تشترك بشرط تدمير محصولي الحنطة والشعير في العراق، تصدر إيطاليا المحصولين لمدة 50 سنة المقبلة إلى العراق. مشاهدينا الكرام، قبل ما أختم ذكرت في أثناء الحلقة بعض من المعامل والشركات العراقية، راح أسأل الحكومة هن وين المعامل؟ معمل سامراء للأدوية، الأسمدة، معمل إطارات الديوانية، معمل الأقلام الرصاص، معمل أو شركة الجلود العراقية العامة، الشركة العامة للتمور العراقية، شركة العامة للألبان، شركة الفوسفات، شركة الكبريت، معمل الإسكندرية للسيارات، إضافة إلى معمل الإسمنت، معمل ألبسة النجف، وعندنا السياحة الدينية، عندنا الممرات الجوية، ذكرها الأخ أبو زينب، قال عندنا 30 مورد غير النفط، والزراعة من ضمنها الشلب، من ضمنها التمور، من ضمنها المحاصيل الزراعية، الخضروات والفواكه، وكل هاي الأمور وينها؟ فهذا السؤال بختام حلقة صوتكم اليوم، راح نسألكم. هذه جزء من المعامل العراقية، أكو أكثر من 5000 معمل مثل ما ذكر أبو زينب، وينهن؟ ليش ما تشغلوهن وتشغلونا؟ أعطنا عن عمل، من هيشتغلون، من هيجيبون مورد، ومن هينتعش العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر. في أمان الله.